لدى تدشين سموه لمشروع بكلفة 280 مليون دينار لتطوير شبكة نقل الكهرباء في البحرين، تشمل المرحلة الأولى منه على بناء 3 محطات نقل كهرباء في الحد وأم الحصن والرفاع بجهد 400 كيلو فولت والربط بينها. أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بأننا عين على الإنجاز واستمرار التنمية وأخرى على التحديات الاقتصادية ومواجهتها، وقد وفقنا في التعامل بمرونة وفق خطة محكمة في الواقع الذي فرض انخفاض أسعار النفط وما يشكله ذلك من تحدي اقتصادي، استطعنا بعزم الحكومة وإصرارها أن نجعل كفة التنمية هي الأرجح على كفة التحديات، بدليل أن مملكة البحرين مضت وبنجاح في شق طريق التنمية الذي ننشده للوطن والمواطنين. وأضاف سموه أننا بعون الله سننجح في مسيرتنا التنموية المستقبلية مثلما نجحنا ماضيا وحاضرا بدعم ومؤازرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى للحكومة وعملها، والتي أصبحت المشاريع التنموية العملاقة في عهده الميمون معلما بارزا. وفيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر خلال تدشين سموه لمشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء إلى المتابعة والرقابة لضمان أن يتم الانتهاء من هذا المشروع في الفترة الزمنية المقررة له وهو ديسمبر 2017. فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدعم الأشقاء في دول مجلس التعاون للمشاريع التنموية في مملكة البحرين ومنها دولة الكويت الشقيقة التي تساهم من خلال الصناديق أو الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تمويل هذا المشروع. وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر قد تفضل فشمل برعاية الكريمة صباح اليوم حفل تدشين مشروع شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت الذي نظمته هيئة الكهرباء والماء في محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء، والمتضمن بناء 3 محطات نقل كهرباء رئيسة ذات جهد 400 كيلو فولت في مناطق الحد وأم الحصن والرفاع مربوطة بخطوط نقل أرضية بذات الجهد. ولدى وصول سموه إلى موقع المشروع كان في استقبال سموه سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة وعدد من كبار المسؤولين، وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تفضل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتدشين المشروع رسميا، وذلك بعد كلمتين ألقيتا بهذه المناسبة من وزير الطاقة ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية. وبعد تدشين سموه لمشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء وذلك بالضغط على الزر إذنا بذلك، فقد قدم لسموه عرضا حول مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء ومراحلها المختلفة منذ بدء تدشينها وحتى إتمام الربط بين المحطات الثلاث. بعدها قام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالاطلاع على مجسم لمشروع تطوير الشبكة واستمع إلى شرح من القائمين على المشروع وتفاصيله. بعد ذلك قام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجولة داخل محطة شركة الحد للطاقة وموقع المشروع، حيث استمع سموه خلالها إلى شرح تفصيلي من وزير الطاقة والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء حول مراحل العمل في المشروع وأهميته في تلبية الطلب المتزايد من الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين لمختلف الاستخدامات الاستهلاكية الحالية والمستقبلية. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الفخر والاعتزاز بما تشهده المملكة من مشروعات استراتيجية في مختلف القطاعات والتي تدعم توجهات التنمية وتعزز من المكانة التنافسية للمملكة على صعيد جذب الاستثمارات وتوفير المقومات اللازمة لاستمرار وتيرة النمو بما يتناسب مع حجم التطور العمراني والصناعي الذي تشهده مختلف مناطق المملكة. وأشار سموه إلى أن هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن سلسلة من المشروعات التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة لتطوير شبكة إنتاج وتوزيع الكهرباء بما يسهم في تقليل الأحمال عن الشبكة الحالية، وذلك ضمن رؤية شاملة تراعي الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء وبالشكل الذي يضمن توفير الإمدادات اللازمة من الكهرباء للمواطنين والمشروعات الاستثمارية والصناعية. وأكد اسمه أن العمل ماض في تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة التي تهدف إلى تنمية قدرات البحرين في مجال الطاقة الكهربائية وتطوير المحطات القائمة لتكون أكثر قدرة على تلبية متطلبات التوسع الحضاري والعمراني الذي تشهده المملكة وما ينجم عنه من زيادة في استهلاك الطاقة والكهرباء. ونوه سموه إلى أن مشروعات تطوير البنية التحتية في كافة القطاعات ومن بينها الطاقة تستحوذ على نصيب وافر
الكثير من الاهتمام لما لها من أثر في تعزيز قدرة البحرين على بلوغ مستويات متقدمة من النمو الاقتصادي المستدام والارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني ليكون قادرا على استقطاب مزيد من المشروعات الاستثمارية. وقال سموه إن وتيرة العمل في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية مستمرة في مختلف أرجاء البحرين رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المنطقة، وهو ما يبرهن على مدى قوة الاقتصاد البحريني بفضل ما يحظى به من مقومات المرونة والقدرة على مواجهة مختلف التقلبات. وأكد سموه اهتمام الحكومة بالاستفادة من خبرات الشركات العالمية عند إقامة المشروعات الخدمية والتنموية في ظل ما تمتلكه هذه الشركات من إمكانات وتجارب متميزة، معربا سموه عن شكره وتقديره إلى جميع الشركات المشاركة في إنشاء هذا المشروع على الجهود التي تقوم بها من أجل تنفيذه وفق أعلى درجات الكفاءة وبما يتماشى مع أحدث المواصفات العالمية في مجال إنشاء شبكات الكهرباء. وأشاد سموه بالجهود التي تقوم بها وزارة الطاقة وهيئة الكهرباء والماء في إنشاء وتطوير مشروعات إنتاج الطاقة، متمنيا سموه لهم مزيدا من النجاح والتوفيق في كل ما يقومون به من مشروعات تعود بالنفع على الوطن والمواطنين. مقدرا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع منتسبي هيئة الكهرباء والماء تفضلكم بالرعاية الكريمة لحفل افتتاح وتدشين مشروع إنشاء شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت، وهي فرصة أثيرة نتشرف فيها بلقاء سموكم الكريم ونحظى فيها بكريم رعايتكم التي تحولت مع الأيام إلى محطة مضيئة في تاريخ نهضتنا المباركة لما تمثله بالنسبة لنا من تشريف عالي القيمة وعناية من سموكم كريمة، ولما تثيره في أنفسنا من شعور بالسعادة الغامرة والانتماء اللامحدود والولاء لهذا الوطن المعطاء. It is my pleasure to join you on such an exceptional occasion to celebrate a milestone for Bahrain's national infrastructure. The construction of three new high voltage substations located in Hit, Rifa and Al Hassam marks the official start of the kingdom's upgrade of its 400 kilovolt power network. Upon completion within 2 years' time, the upgraded power network will form the new backbone of the country's electricity transmission grid in the Kingdom of Bahrain, supporting growth and prosperity. We are honored that the Electricity and Water Authority, EWA, has chosen Siemens as the trusted technology partner for this critical project. يتفضل سيدي حضرة صاحب السمو الملكي. وأعرب عن اعتزازه باختيار شركة سيمنز كشريك تقني يحظى بالثقة لتنفيذ هذا المشروع بالغ الأهمية وبأن تكون جزءا من منظومة تحقيق هذه الأهداف الطموحة. وخلال الحفل تم عرض فيلم قصير يتضمن التعريف بالمشروع والجهات المنفذة له وأهميته في توفير احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية ومراحل العمل فيه. كما قام وزير الطاقة بتقديم هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر تعبيرا عن الشكر والامتنان على تشريف ورعاية سموه لحفل افتتاح وتدشين المشروع. وأم الحصن والرفع وكذلك تمديد خطوط النقل الأرضية المزدوجة بجهد 400 كيلو فولت. أما في المرحلة الثانية فسيتم تمديد خط نقل أرضي بجهد 400 كيلو فولت لربط محطتي الحد والرفع بطول إجمالي 60 كيلومتر ويشمل جزءا بحريا بين منطقتي الحد وسدرة، وكذلك إنشاء محطة راس جرين بجهد 400 كيلو فولت بالتزامن مع بناء المرحلة الثانية من محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء وخطوط النقل الأرضية المصاحبة لنقل الطاقة إلى الشبكة الكهربائية.
نجاح جديد يضاف إلى سلسلة من المشاريع الحيوية والإنتاجية التي نفذتها مملكة البحرين على أرض الواقع، فهذه الشبكة الكهربائية الجديدة من المقرر أن تعمل بجهد 400 كيلو فولت في كل من الحد وأم الحصم والرفاع بهدف ضمان التشغيل الآمن للمعدات ونقل الطاقة الكهربائية إلى مراكز الأحمال بين مختلف أنحاء المملكة بكفاءة عالية تلبي جميع الاحتياجات، كما يساهم هذا المشروع في تبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي بشكل آمن واقتصادي. هذا مشروع سوف يأخذ البحرين في نقلة نوعية بالنسبة للكهرباء والماء، لزيادة الطلب على الكهرباء سوف يلبي جميع الطلبات في المستقبل، وسوف يرفع درجة البحرين من ناحية الأمان بالنسبة للكهرباء والوثيقية في تمديد الكهرباء إلى جميع مناطق البحرين. هذا المشروع ينفذ بكلفة إجمالية تقدر ب 280 مليون دينار بحريني، ويأتي بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والطاقة، ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في ديسمبر من العام المقبل 2017. احنا الموردين للتكنولوجيا الرئيسية لهذا المشروع اللي هي البريكرات مالت 400 وال 220 كيلو فولت، واتس يعني بالنسبة لنا فخر الحقيقة واعتزاز ان نكون مشاركين بهذا المشروع في مملكة البحرين. هذا راح يفيد شبكة المملكة بالاجمال، يعني راح يكون تطوير عام للشبكة، راح تخفض اي احتمالية لاي أخطاء بتصير بالشبكة، أي إطفاءات بتصير على الشبكة، بتأثر على استمرارية التوريد للتيار للمناطق السكنية والمناطق الصناعية. نحن عملنا سبلاي ل 63 كيلومتر من المشروع بما يتضمن الأكسسوريز وبما يتضمن التركيب والإشراف. طبعا التصنيع هو تصنيع أوروبي شاملا. طبعا الكابل عندنا من فرنسا من المصنع بيجرون، وكمان الاكسسوارز عندنا من ايطاليا من مصنعنا بليفورنو. لذلك هو يعني المشروع متكامل، نحن مسلمين الجزء تبعنا تصنيع اوروبي 100%. قطاع الطاقة يعد من أهم القطاعات الإنتاجية التي تليها مملكة البحرين اهتماما كبيرا، انطلاقا من رؤية ثاقبة تدرك أهمية الطاقة في الاقتصاد الوطني وتتفهم ضرورة مواكبة احتياجات المواطنين والمقيمين بما يتناسب مع زيادة النسبة السكانية والمشاريع الاستثمارية والخدماتية والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة.
على الرغم من التحديات الكبيرة والمتسارعة التي تمر بها المنطقة خصوصا في الجانب الاقتصادي، إلا أن البحرين استطاعت أن تحقق نجاحا ملحوظا في القطاعات الخدمية والإنتاجية، لا سيما قطاع الكهرباء والماء. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.